نجيب ساويرس طلع واتكلم عن كارثة هتحصل في قطاع العقارات المصري. ايه لا يحصل ومصير الناس اللي بتشتري وبتبيع دلوقتي ايه؟ خليكم معايا في الفيديو ده، انا آية الوليلي، كمل معايا الفيديو الاخر عشان تعرف كل التفاصيل. نجيب ساويرس طلع وقال كلام قلب الدنيا بيه، وحذر فيه رجل الاعمال نجيب ساويرس من كارثة هتحصل في قطاع العقارات في مصر. قال إن السبب في الكارثة دي هو ارتفاع تكلفة البناء، وده بسبب أزمة الدولار اللي بتمر بيها مصر الفترة دي. نجيب كان شايف إن في أزمة دلوقتي بتواجه مطورين العقارات، خاصة إنهم بيبيعوا مشاريعهم بسعر ويتفاجئوا مع تأخر عمليات البناء إن السعر اللي باعوا بيه هو خسارة ليهم، وده بسبب إن 35% من تكلفة البناء بتحتاج دلوقتي للدولار، وكمان بتتسعر أصلاً بأسعار الدولار. طبعاً نجيب اتكلم في أزمة النقد الأجنبي وقال إن المشكلة في سعرين لصرف الدولار في مصر، ومفيش مستثمر عاقل هيفكر يستثمر في مصر مع وجود أزمة الدولار، وإن الحكومة لازم تحل المشكلة دي في أسرع وقت. قال إن الحل إنه لازم يحصل تحرير لسعر العملة، وما يكونش برقم عالي، لا ده الدولة تنزل بسعر دولاري أعلى من السوق السوداء، وكل الناس اللي معاها دولارات هتطلعها وتحس إنها ملهاش قيمة، ولما كل اللي معاهم دولارات يبدأوا يبيعوا للبنك السعر هينزل، وده لأنه بيتسعر بناء على العرض والطلب. قال إحنا من الآخر بنضحك على نفسنا بقرار عدم تحرير سعر الصرف في مصر، وده لأنك في الحالة دي مش هتقدر تقف قدام السوق السوداء. طبعا كلنا عارفين ان الجنيه فقد اكتر من نص قيمته مقابل الدولار في ال 21 شهر اللي فاتوا دول، وده خلى الدولار سعره يزيد ويوصل ل 31 جنيه، وده في السوق الرسمي. اما بقى السوق الموازيه فزاد سعر الدولار الضعف تقريبا ووصل لاكتر من 50 جنيه. ده خلى شركات عقاريه تحاول انها تحمي نفسها من تقلبات الاسعار، خصوصا يعني ان معظم مدخلات القطاع العقاري واساسها الدولار، ومواد البناء كلها بتتسعر بالدولار. علشان كده شركات العقارات ضاعفت أسعار المدخلات اللي بتستخدمها في بناء وحداتها السكنية ومشروعاتها. كمان كلهم دلوقتي بيحاولوا يسابقوا الزمن علشان المشاريع تتسلم بسرعة، وده قبل ما تحصل أي زيادات تتسبب ليهم في خسائر. ده لأنك لو بعت مثلا وحدة لعميل بمليون جنيه وجيت بعد كده لقيت مواد البناء زادت وكلفتك 2 مليون جنيه، فأنت مش هتقدر تتكلم وهتشيل الفرق ده لوحدك، خصوصا إنه بيكون في عقد بيضمن حق العملاء والشركات ومضطرة إنها تسلم مشاريعها، وده علشان ما يحصلش أي مشكلة للمطورين. ولو المطور ما عندوش خبرة ومش حاسبها صح يبقى برضه هيخسر كل فلوسه. وعلشان كده نجيب ساويرس اقترح فكرة تحل أزمة المطورين العقاريين، وهي إن الوحدات والمشروعات السكنية بتتسعر بالدولار من الأساس، ونخلي الجنيه على جنب شوية. ساويرس كان شايف إنه بيع الوحدات بالعملة الحرة هيقلل من مخاطر الخسائر للشركات، وقال إن الحروب اللي بتحصل في دول الجوار بالإضافة لأزمة روسيا وأوكرانيا بتخلي الناس تلجأ للتحوط بالذهب، وعلشان كده توقع ساويرس إن أسعار الذهب الفترة الجاية تزيد تانية. في النهاية أنتم ايه رأيكم في اللي قاله ساويرس؟ هل شايفينه منطقي؟ شاركوني برأيكم في التعليقات.